اهلا بكم من جديد مشاهدينا، لسه مكملين معاكم فقرات وحوارات هذا الصباح. دلوقتي بنجدد التهنئه لكل اخواتنا الاقباط بمناسبه عيد القيامه المجيد، وايضا بنجدد ايضا التهنئه لكل المصريين بهذه المناسبه عيد القيامه المجيد. هنتعرف اكثر عن هذا العيد، حيث تشهد جميع الكنائس القبطيه الارثوذكسيه في مصر وجميع بلاد المهجر صلوات عيد القيامه المجيد، وبيشهد طقس القداس صلوات خاصة وألحان بهذه المناسبة، وبتتزين الكنائس بالأعلام والرايات البيضاء والورود. بشرفنا الحديث عن هذا العيد ويعني أهم الدروس والقيم اللي بتحملها هذه الاحتفالية وهذه الذكرى. يكون معنا الأستاذ باسم نعيم غالي، خادم بكنيسة القديس أثناسيوس. أستاذ باسم صباح الخير وكل سنة وحضرتك. صباح الخير وكل سنة طيبين. كل سنة طيبين. اسمح لنا أستاذ باسم الأول قبل ما نبتدي النقاش ومشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير أولا. بن يوتس هو بن عرشي إرف سبابا. عيد القيامة المجيد يعتبر أكبر الأعياد المسيحية التي يحتفل بها المسيحيون في العالم أجمع. من مظاهر الاحتفال بعيد القيامة يقام قداس في ليلة سبت النور، حيث يتم إشعال الشموع، كما يتم ترديد الترانيم وبعض العبارات والآيات من الإنجيل المقدس، ويقبل المسيحيون على شراء السعف في الأحد ما قبل العيد بأسبوع، كما يقومون بتشكيله بأشكال مميزة، ويرجع ذلك إلى استقبال أهل القدس للمسيح بسعف النخيل. ترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس صلوات الجمعة العظيمة من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي نطرون بحضور الأنبا سرابامون رئيس الدير والأباء الكهنة والرهبان. من المقرر أن تحتفل الكنيسة اليوم بقداس عيد القيامة المجيد، ويترأس البابا تودروس الثاني وأساقفة المجمع المقدس صلاة القداس بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية بحضور كبار رجال الدولة والقيادات الشعبية والتنفيذية والأقباط، فيما تقام صلوات قداس العيد بجميع الكنائس والأديرة القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر. كان قداسة البابا تودروس الثاني ترأس صلوات خميس العهد بدير الشهيد مارمين العجائبي في كينج ماريوت بالإسكندرية بحضور مجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكهنة والرهبان ومجموعة كبيرة من الشعب. تعرف على عيد القيامة المجيد وأبرز القيم والدروس اللي بنأخذها منها مع الأستاذ باسم نعيم غالي، خادم بكنيسة القديس أثناسيوس. أهلا بك مرة ثانية أستاذ باسم. عايزين نعرف أولا إيه هو عيد القيامة المجيد وأسباب يعني إحياء هذا الاحتفال كل عام. في البداية بقدم التهنئة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقدم التهنئة لقداسة البابا وتودروس الثاني، وبقدم التهنئة لقداسة الأنبا ماكسيموس الأول راعي كنائس القديس أثناسيوس في مصر والشرق الأوسط، وأفخر أن أكون تلميذ من تلاميذ الأنبا ماكسيموس الأول. القيامة شيء رائع، بدون قيامة لا توجد مسيحية. جاء المسيح، جاء المسيح، اتولد، قسم التاريخ إلى قسمين، قسم ما قبل الميلاد وقسم ما بعد الميلاد. ميلاد السيد المسيح هو بداية التاريخ الميلادي. يسوع جه للعالم لكي يخلص الإنسان من خطاياه. أحب الإنسان، الإنسان غالي على قلب الله، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الله بيحب الإنسان والإنسان غالي على قلب الله، جه ليستعيد الإنسان إنسانيته. الإنسان دمرته الخطية، الخطية خاطئة جدا، طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء. الخطية عندما أخطأ آدم قال له من جميع شجر الجنة تأكل إلا شجرة معرفة الخير والشر. أخطأ آدم وأخذ وهو وحواء، جه صوت الله من السماء قال له آدم آدم أين أنت؟ قال له عريان فاختبأت. قال له أكلت من الشجرة؟ قال له المرأة اللي أنت اديتهاني اديتني وأكلت. جاب العيب لمين؟ جاب العيب عند ربنا. قال له المرأة اللي أنت اديتهاني أكل. هي الخطية دخلت، بدأت الخطية بأبونا آدم.
ومن هنا بقى كان لازم يحصل خلاص جه المسيح ليخلصنا من الخطية، جه لينير العالم، جه ليستعد بشريتنا، ليستعد إنسانيتنا. جاء هذا الرجل العظيم الأعظم رجل عرفه التاريخ، إنه جاء إلى العالم في إنسانيتنا. الله قد إيه غير محدود، إذا ما حبيته غير محدودة، جه بإنسانيتنا، أخذ إنسانيتنا الإنسان بلا خطية، جاء بكل ما فينا من الإنسانية بلا خطية، كان بلا خطية وكان بيعيش وسطينا، جه وكان بيشفي وأقام موتى، أقام لعازر، راح عند قبر لعازر وقال له ارفعوا الحجر، رفع الحجر، العازر بصوت عالي بعد أربع أيام أكيد كل الجثة تحللت تماما. عمل له إيه؟ قوة خلق، لأن هو في إيه؟ في روح القيامة، قوة خلق. العازر هلم خارجا، خرج العازر وكانت رجلاه وكان الفكوه ودعوه إيه؟ يسوع يقدر يعمل، الذي أقام الموتى أقام نفسه، جه واتصلب وهو على الصليب، قوة الغفران، اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، ادالهم قوة غفران من هو على الناس اللي صلبوه وأهنوه. الناس اللي هم اليهود، الكاهن بتاع اليهود شق الجلباب بتاعه علشان يقول انه اذا لما جم عليه بقى بقوة الـ كانوا عايزين بيتكلموا عليه بالسلبيات، فشق جلبابه. هو برضو لما جه المسيح على الصليب قد أكمل شق الحجاب الحاجز من فوق من السماء إلى الأرض، وجعل بيننا وبين السماء لا وساطة، الإنسان يتكلم مع الله. لأنه إزاي أحب إنسان ما شفت، إزاي أحب الله لازم لما يراه أحد قط. أنا بحب الله لأن الله جه للعالم ليخلص العالم، ليخلص الإنسان، ليجدد عهده من العالم. أي إنسان يسلم حياته للمسيح ويقول له يا رب اغسلني بدمك، اغسلني بحياتي، اغسل قلبي واغسل كياني، الانسان يبقى خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت هو ذا الكل قد صار جديد. المسيح صالح الارضيين بالسمائين بايه؟ اعظم نجار، مكتوب عنه اعظم رجل عرفه التاريخ، جاء ليشفي، اعظم نجار عرفه التاريخ، جه بخشبتين وثلاث مسامير، صالح الارضيين بالسمائين، هو ده يسوعي. يسوع جه ليخلص الإنسان، ليعرف إن الإنسان طريق الحق، جه ليفدي الإنسان. الإنسان غالي على قلب الله لما خلقه، وخلق على صورته وعلى طبيعته. طيب أستاذ باسم، عايزين نعرف بقى يعني الظروف اللي حطت بي يعني ذكرى هذا العيد، عيد القيامة المجيد، ويعني إحنا عارفين قبل عيد القيامة المجيد في أسبوع الآلام، فلو تشرح لنا يعني هذه المراحل التاريخية وصولا إلى هذا اليوم. الله جه إلى العالم في صورة إنسان، جه من امرأة بتول القديسة مريم بالروح القدس، ليس بزرع بشر ولكن بالروح القدوس، جه وجه للعالم يبشر العالم، جه وجه حتى هو قاعد مع التلاميذ سلموا يهوذا سلموا بقبلة، يعني شوف قد ايه هو جاي يقدم محبة وجاي يقدم نفسه. ليه من الشعب؟ ما لقيش حاجة، كل الناس حتى الناس اللي كانوا معاه التلاميذ تركوه لما اتقبضوا عليه، تركوه. وكان دايما بيقدم الغفران، لما جه قبضوا عليه استل احد التلاميذ سيفه وقطع احد واحد اسمه مخلص قطع ودنه، فجاء وعايز يعلمنا حاجة، ورجع ودنه وكان وشفاه من عايز يعلمنا ان كل من يأخذ بالسيف يهلك، لكن هو جه يقدم محبة، جه خلصنا من خطايانا، جاء مخلص لشعبنا يهنانا. اللي يقبل هو اللي ولازم كل انسان يختبر قوة القيامة في حياته. يعني يقبل ينتصر عن الخطية ازاي؟ خاصتي تعرفني انا لما اكون بيني وبينه علاقة بيني وبين الله، هو الله يعرف خرافه واسمع صوته ويسمع صوتي. الله كسر الحجاب، شق الحجاب الحاجز، مفيش حاجز بينه، مفيش وسيط بينه وبين الله الا ايه؟ الا شخص ربنا يسوع المسيح. هو الله، احنا بنعبد اله واحد، نقول بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد، امين. بنعبد اله واحد، اله قدوس، اله حي فينا موجود، وهيجي يخطف الكنيسه وياخدها الى السماء. يا بخت الشخص اللي سلم حياته للمسيح وبدا حياه جديده، الاشياء العتيقه مضت هو الكل قد صار جديد. من منا بلا خطيه؟
إذا الجميع زغوا فسدوا وعوزهم مجد الله، ليس بار ليس ولا واحد، كلنا خطايا وكلنا بنخطئ، لكن لما أجي أتقرب للمسيح وأقول له اغفر لي خلصني غيرني هيغيرني، ولازم أنتصر على الخطية من هنا، أعرف أنا رايح فين، خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها. تمام، عايزين نتكلم بقى عن أسبوع الآلام. إيه أسبوع الآلام لمن لا يعرف من غير الأقباط؟ إيه هو أسبوع الآلام؟ أسبوع الآلام ده بيبدأ كان في جستماني وكان بيصلي وجم قبضوا عليه وسلموه لبيلاطس. بيلاطس امرأة بيلاطس قالت له حتى كمان جالها حلم إياك وهذا البار، كان دايما يعني كان برضو ايه وسلموه وخدوه حطوا اكليل الشوك على راسه، ولما حطوا اكليل الشوك على راسه وضربوه بالحربة في جنبه، الحربة لما نزل طلع من جنبه ماء ودم، الدم طهرنا والماء غسلنا، كل القبور مكتوب عليها اسم المتوفي الا قبر سيدنا الا قبر السيد المسيح انه لا يوجد هنا، لقد قام. وفي عملوا الكفن بتاعه، حللوا الكفن بتاعه لقيوا انه قام. والنهارده السبت بالمناسبه، السبت النهارده بيجي نور سماوي على القبر المقدس في كنيسه القيامه، وبيدخل الكاهن حتى بيفتشوه تفتيش ذاتي، ده معجزه الله بيثبت للعالم ان دي معجزه ان بيجي نور، انبثق النور من النور، بينبثق نور من القبر المقدس، لان الشخص اللي مات وقام ده مش انسان عادي، انه اله بيحب الانسان والانسان غلى على قلب الله، انبثق النور، بينبثق النور كل يوم سبت في مثل هذا اليوم. يعني دلوقتي حوالي الساعه 5 6 هيدخل البطرق وهيمسك معاه شمع، هيولع في كنيسه القيامه، في كنيسه القيامه في القبر المقدس، وهيكون معاه شمع بينور الشمع من القبر، مع ان هم الاسرائيليين بيفتشوه، ده بيدخلوا كمان كل سنه في قبل هذا يفتشوا القبر واحتاروا، وفي ناس امنت كتير قوي من اليهود بسبب هذه المعجزه السمائيه، بيجي نور من السماء وبينور الشمع، والشمع ده بيوزع على كل انحاء العالم، بيستخدموه في القداسات وينوروا بيه القداسات والهيكل، هذا الشمع المقدس ما بيحرقش، هذا الشمع نار مقدسة، لأن الصلب ده إله وليس إنسان. طيب عايزين نعرف بقى إيه هي الطقوس اللي المفروض هتجرى مساء هذا اليوم وصولا إلى الغد إن شاء الله؟ الطقوس بيبقى فيه قداس والقداس ده إن شاء الله سيزورنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو وعدنا إن بيزورنا كل سنة، وهيجي يزورنا في الكنيسة وبيعيد علينا، وأول رئيس جه هيجي الخامس مرة، المرة دي خمس مرات متتالية يزورنا، لأن هو هذا الرئيس عندنا رئيس جمهورية أحباء المصريين وإحنا بنحبه، وهو بيبادلنا الأعياد وبيبادلنا التحية، لأنه رئيس جمهورية أحباء المصريين وإحنا بنحبه. في قداس بالليل تمجيد لشخص ربنا يسوع، وهذا التمجيد ده بنقدم فيه محبتنا، لأن هو أحبنا أولا، أحبنا، وهو دايما علمنا السيد المسيح أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، صلوا إلى مبغضيكم، من لطمك على خدك الأيسر حول له الآخر أيضا. دي محبة المسيح لكل شعبه. النهاردة من هذا المنبر العظيم بقدم تهنئة لكل شعب مصر، أقباط مصر، إبتي يعني مسلم ومسيحي، بقدم وهو جاء لكل العالم، لأنه الله بيحب الإنسان، بيشرق شمسه على الأشرار والأبرار، الإنسان غالي على قلب الله، ما سابش الإنسان كده، خلصه من الخطية وخلصه من فك قيوده، هو دي معاملة الإنسان. طيب أستاذ باسم، هل بتختلف الطقوس اللي هي بين الطوائف المسيحية المختلفة سواء الأرثوذكسية أو الكاثوليكية أو البروتستانتية، أو هل الطقوس بتختلف من دول إلى دول أخرى؟ الطقوس بتبقى مثلا كنيسة أرثوذكسية بيبقى عندها هيكل وبيعمل قداس تمجيد لشخص ربنا يسوع المسيح، أما الكنيسة البروتستانت اللي هي الإنجيلية دي بيبقى عندها منبر، الناس بتقدم توبة واعتراف وعهود، بتاخد عهود أمام الله إنها تعيش له بأمانة، وإنها تختبر قوة القيامة. اللي بيختبر قوة القيامة لما يجي المسيح مرة تانية هياخد المؤمنين
بيبقى جواهم بقى اشتياق بشوق وحنين وبصبر سنين، بيبقى الناس منتظراه منتظره زي العريس والعروس، بتبقى مشتاقة للعريس، مشتاقة له انه يجي ياخدها وتجلس عن يمين الآب. يا لها من منظر عجيب، ما لم تره عين ولم تسمع به أذن، ما أعدها الله للمؤمنين. إيه المؤمنين؟ اللي غسلهم بدمه واللي خلصهم من الخطية واللي اختبروا قوة القيامة. بدون قيامة لا أحد يرى الملكوت، بدون قيامة لا أحد يرى الله، لأن الله كسر كده الحجاب الحاجز بين السماء والأرض. زي المسيح لما جه، المسيح جه صالحنا مع الله الآب، تصالحنا مع الله، تصالحوا مع الله لكي تأتي أوقات الفرج. لما بنتصالح مع ربنا الله بيحصل إيه؟ بيحصل مصالحة، بيحصل غفران، إن الله بيغفر كل خطايا الإنسان مهما كانت. هو يغير القلوب الحجرية إلى قلوب لحمية، ويغير القلوب السوداء إلى قلوب بيضاء. بيستعيد إنسانيتنا، إحنا فقدنا إنسانيتنا بسبب الخطية. الشيطان ضحك على الإنسان وضحك على حواء في الأول، وقال لها كل من هذا الشجر عشان تصيرك الله. ده الغواية أغوت حواء، وحواء أغوت أبونا آدم فسقطوا. الخطية خاطئة جدا، طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء، كل قتلها الخطية أقوياء. الشيطان بيحاول، لأن الأيام خلاص المسيح قرب يجي على الأبواب، فالشيطان دلوقتي ده الناس بتخترع، الشيطان بيخترع لها إزاي تغوص في الخطية، بيخترعوا خطايا جديدة. يعني شوف، تخيل قد إيه، لأنه عارف نهايته قد اقتربت، لقد اقتربت ملكوت السماوات، والمسيح جاي يخطف الكنيسة يا بمنظر عجيب. ربما البعض يسأل خطايا زي إيه مثلا؟ خطايا، اي خطيه، خطيه من نظر لامرأة واشتهاها يقع في خطيه الزنا، اللي بيكذب واللي بيحلف واللي بيشتم واللي بيقتل. من منا بلا خطيه؟ اذا الجميع ازاغوا فسدوا وعوزهم مجد الله. تخيل ان في ناس حبت ترضي الله انه بتقتل اخوه، زي قايين وهابيل. قايين قتل هابيل عشان يرضي الله، زي الناس اللي بيحصل في ايامنا هذه الايام، داعش والناس اللي هي بعيده عن ربنا بيقتل اخوه في الانسانيه. ازاي اقتل اخويا في الانسانيه؟ اخويا في الانسانيه اللي ربنا خلقه على طبيعته وعلى صورته ونفخ من روحه. الناس دي ما بتعرفش ربنا، لكن اللي بيعرف ربنا بيحاول يخاف وبيرضي ربنا باي طريقه، انه يكون قلبه ابيض وانه قلبه اتغسل، هو غسلنا بدمه. طيب واحنا يعني بنحيي هذه المناسبه، ايه ابرز القيم والدروس اللي احنا عايزين يعني نستعدها او المفروض نمشي عليها؟ 1 2 3 ان احنا نحب بعضنا البعض، احبوا اعدائكم، نحب بعضنا البعض، نرجع تاني نتصالح مع الله، تصالحوا مع الله لكي تقضي اوقات الفرج. لما نتصالح مع ربنا، ربنا بقى بيعمل ايه؟ مصالحه بين الانسان والله. الله محبه، ادي الله غير محدود، اذا محبته غير محدوده، ان احنا نحب بعضنا البعض، نحب بجد، ان احنا مجد الكنيسه الاخير سيكون اعظم من مجد الكنيسه الاول. مجد الكنيسه الاخير ان احنا نموت من اجل بعض، من فرط المحبه لبعضنا البعض. مجد الكنيسه الاولى الله لما ظهر، لما مات وقام ظهر لاكثر من 500 واحد. تخيل ان ال 500 واحد دول استشهدوا من اجل المسيح، استشهدوا من اجل عقيده حقيقيه، استشهدوا من اجل الحق، استشهدوا من اجل شخص ربنا يسوع المسيح اللي شافوه وهو منتصر وغالب الموت. اين غلبتك يا هويه؟ اين شوكتك يا موت؟ هو غلب الموت، واحنا لما بنتحد بالمسيح ونختبر قوه القيامه هنغلب الموت ونغلب شوكه الهويه وهنصعد مع المسيح، هيجي يخطف المؤمنين. يا لها من منظر عجيب، اللي بيدخل جوه الفلك هو اللي بيختبر. طلع نوح للناس، يا ناس توبوا، الله ينزل طوفان، الله غضبان على الشعب. الخطيه كانت نفس ايامنا يتزوجون ويزوجون، وكان عايشين في الخطيه. اللي دخل جوه الفلك هو اللي نجا، اللي يدخل جوه المسيح ودم المسيح يغسله هيخلصه من كل خطيه. في الاخر كل سنه حضرتك طيب. استاذ باسم نعيم غالي، خادم بكنيسه القديس اثناسيوس، شرفتنا، وكل سنه وحضرتك طيب وكل المصريين بخير وصحه وسلامه. وبقدم التهنئه لهذا القناه العظيمه، قناه النيل الاخبار، وهذا البرنامج العظيم هذا الصباح. بصراحه بقول من هذا المنبر العظيم اللي قد اثبت وجوده وبيمتاز بالمصداقيه والجديه، وبنشكر ربنا لاجل هذه القناه. شكرا لحضرتك، كل سنة وكل المصريين بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد. مشاهدينا الكرام، هذا الصباح لسه مستمر معاكم بعد الفاصل.